مدينة البليدة أو البلدة الصغيرة تعرف بمدينة الورود وعاصمة المتيجة، تقع إلى الجنوب الغربي من الجزائر العاصمة. هي مدينة سيدي أحمد الكبير الذي أسسها مع بداية القرن السادس عشر. مدينة اشتهرت بمعالم ثقافية كبيرة، بدأت ديجا بدأت بفنون الزراعة. سيد أحمد الكبير كي جاء زيادة على كونه وليا لله ويعرف القرآن والتفسير والتوحيد والعقيدة، اشتهر كأنه شغل كما نقولوا ذك إيدروليسيا، يعرف الماء تصل بالماء، ولا شغل انجينيور دو، يعرف كيف يسقي الناس. جاء الاستعمار الفرنسي ما استسلمتش يعني البليدة بسهولة، كان الأمير عبد القادر هنا ومدية قريبة ومليانة قريبة، يعني المقاومة هنا كانت ديجا تراث مقاومة موجود. بهندسة أندلسية خالصة ولمسة عثمانية متميزة، تؤرخ البليدة بعماراتها وعاداتها وتقاليدها لتراث غني يلخص يوميات ماض جميلة. تبدأ حكاية في مدينة البليدة بقصة الأبواب السبعة. البليدة معروفة بسبع بيبان تاعها، والبيبان هذو اللي كانوا تأسسوا في 1535 بعد تأسيس المدينة من طرف العثمانيين، ثم تكونوا كدوروا عليها الأسوار. البليدة دوروا عليها الأسوار متكونة بسبع بيبان، كاين باب الزاوية، وكاين باب السبت، وكاين باب القصبة، وكاين باب القبور، وكاين باب الرحبة، وباب الخويخة، وباب الجزائر. ولكن ذوك البيبان اللي تبناو في وقت العثمانيين كانت تريبو من طرف الاستعمار الفرنسي، وعاودوا طلعوهما في 1865، عاودوا طلعوا الاسوار سينو تو دو 4 متر ب 4 مترات، طلعوهم بالحجره، وهذو الاسوار داروهم بار ميزو دو سيكوريتي على لي زابيتون نتاع المدينه الداخل. البيبان كاع عندهم وقت، يعني البيبان الصغار الاخرين كما باب خويخه وباب الزاويه الاخرين يغلقوا من بعد المغرب، ولكن باب الزايد تغلق من بعد العشاء، خاطر الشيا سي لا بورت برينسيبال، تغلق من بعد العشاء. ثم كي تغلق كاين الناس اللي يجيو لي روطارداتير، يجيو يلحقوا من الجزائر تماتيك، ما يصيبوش وين يعني باب مغلوقه. كاين جامع نعيطوا له جامع بابا محمد، فهذاك جامع بابا محمد كان موجود بيت الحبوس تماتيك، وين هذو اللي يجيو متاخرين يباتوا في ذاك البيت باب الحبوس هذيك، وياكلوا ويشربوا تماتيك ويجوزوا ليله، حتى كي تنحل الباب مع صلاه الفجر الصباح تنحل الباب باش يعاودوا يدخلوا المدينة. ندخل مدينة البليدة من أي باب من أبوابها السبعة لنجد أنفسنا في أزقة ضيقة وشوارع تعرف حركة كثيفة للباعة والمتسوقين والسواح والفضوليين. فاني وسيلة من الوسائل اللي ساعدت في تطوير البليدة، يقال أنه في عام 1868 بالتقريب دشينا أول خط حديدي في إفريقيا ما بين الجزائر العاصمة وبليدة. زار لها شارلي شابلان، قراوا هنا الشخصيات كبار، عبار رمضان، عمي بن يوسف بن خدة، سعد دحلب، فرانس فانو كان مدير، ومجاهد هنا كان طبيب أمراض عقلية في مستشفى اللي راه يحمل اليوم اسمه، ويعتبر من أكبر مستشفيات الأمراض العقلية في العالم والأول في إفريقيا. الأسواق هنا تسمى حسب السلع التي تباع فيها أو ارتبط اسمها بحدث ما، والشارع يعرف كذلك بالزنقة. وإذا أردت أن تختصر الطريق إلى السوق فاطلب من أي بليدي أن يدلك أو يوصلك إلى سوق العرب، سوق نصارى، زنقة العرايس، شارع عبد الله، زنقة العرايش، زنقة القاضي، أو زنقة البايع. السوق فيه قاع كلش، يعني تصيب من الخضرة، من البيسري تصيبوا الداخل، حتى من الأعشاب اللبان تماتيك، من اللي بيع الحليب تما، كلش تما، يعني نصيبوا في السوق كل شيء موجود، حتى الارتيزانة،
حتى لي بوريو لي هذوك نصيبوهم، يعني اللي يخدموا الجلد تاع العواج هذوك. ثم ديك السوق موجود فيه سوق كومبلي على المارشي، المارشي عنده غير الخضره برك ولا الحوت، ولكن السوق فيه كلش، حتى من الاعشاب الطبيه اللي نديروا منها الدواء، اللي نديروا منها طعام الحمامه، من الاعشاب الطبيه نخدموا طعام الحمامه. هذا السوق اليومي يوفر حاجيات وسلعا باسعار في متناول الجميع، وبكميه وكيفيه تنسي المتسوقين عناء الزحمه والتدافع الذي يسببه ضيق الشارع وكثره المعروضات. اختر دجاجة، إوزة، حجلة أو أرنبا ليتم وزنها ثم ذبحها وتنظيفها. وهذا المحل مختص في بيع عصافير بأسماء وألوان مختلفة. يأتي في مقدمة تشكيلتها طائر الحسون أو المقنين الذي يحدد سعره حسب السمفونية التي يعزفها وهل هو أصلي أو هجين. هذه بلاصة نصارى، هذه عيطوا لها بلاصة نصارى، كانت الجهة هذه غير برد، والداخل الخضرة، والجهة الأخرى لاباسونري، الحوات على كل لون. بالنسبة لبلاصة نصارى هنايا فريكونتي بار لي زوروبيان اي لي ريش دو لا فيل، يعني الناس اللي ايزي يعني يقضيو منايا. مارشيان ديجان هذايا فريكونتي بار لي فوغ بالقلالين تاع المدينه، الناس اللي ما عندهم شرطه يقضيو من بلاصه العرب. هذه المنتجات من عجائن وبقول ومكسرات وتوابل وتمور دجلة نور، كلها من خيرات بلادي وترمز إلى الأصالة والانتماء. بالعادات وتقاليد الناس البليدة هما عندنا مقارو اللعمه، مقارو اللعمه علاش سماوه مقارو اللعمه؟ خاطش ما عندوش عينو، ما عندوش كيما نصيبو مقارون دائما نصيبو فيه فتحه، نصيبو فيه واسمو، بصح مقارو اللعمه كيما راه هنايا يابس ما فيش فتحه، على هذيك نعيطوا له مقارو اللعمه. وهذا مقارون بن تركي كانوا زمان جداتنا خدموه يفتلوه في الشعبانيه، في الشعبانيه يتليموا النساء، النساء الواس، النساء الجيران في وسط الدار، ويجدوا في الشعبانيه للعيد الصغير. كنا هذوما بالدقيق الملح، العجينه تاعو دقيق الملح، ونقطفوه ونفوروه نحمسوه ونيبسوه نخبوه للعيد الصغير. علاش ياكلوا في العيد الصغير؟ العيد الصغير باسكو يكون الانسان صايم باش ما تجيش التخمه من غدوه هذاك، هو خفيف بالبزاف ما يوجعش فيه لي ستوما، سورتو كيكون الانسان صايم من غدوه هذاك يفطر باش ما ياكلش حاجه ثقيله. وهذا طبق اخر يسمى الحمامه. هذه الطبق طبق كسكس الحمامة، أكلة شعبية تقليدية من عادات وتقاليد ناس البليدة، ورثناها على جدودنا عبر العصور. هذه مخدومة بالأحشاب، فيها 99 عشبة، فيها الريحان، فيها ورق الجوز، فيها الحلحال، فيها تيمرويق، فيها السلق، فيها مقر الضرو، فيها الفليو، النعناع، القصبر، فيها العرعر، فيها الزعتره، فيها المراميه، فيها المريوت، علاش تجي مره فيها مريوت، فيها تمر سيطين، فيها ورق الجوز. وفي فصل الربيع نخرجوا للنسار للغابات للجبال ونحوا منها كامل شويه شويه، لما نطموهم نجيبوهم نغسلوهم ندرسوهم في المهرس تاع الحطب
حتى يدرسوا مليح، ومن بعد نجيبوا القصعه تاع الحطب ونديروا شويه دقيق مع الحشب هذوما ونطلعوا ذاك الطعام حتى يولي هكذا، وهنا يابس نطلعوه نفتلوه حتى يولي هكذايا. منذ زمن طويل والقرويون من بوعرفة والشريعة والسكان الجبال المحيطة بالبليدة يبيعون منتجاتهم الفلاحية هنا بالقرب من سوق العرب. رانا هنا في زنقة العرب ولاية بليدة، هنا بون عندنا نجيبوا خضرة كاع تاع الجبل كيما طوماطيش كيما الفلاكمين كيما سبرجل ثاني تاع الجبل الشباب، عندنا بيض تاع عرب ثاني، بيض تاع عرب هذا دوبلو جون في زوج محاح. هذه لوبيا طويله يقولوا لها كيلومتر، لوبيا ماشطو كيما الاخرى، واش نيت نلقي في الجبال هنا عندنا، وبنينا على الاخرى. كاين بو خلاص لي واحد الفيجوا، هذه ثاني فاكهه، هم يغرسوها هنا عندنا. كاين هذه ثاني سلعه جديده، هذه ثاني فاكهه، هذه واش مازال ما طابتش. هذه طيب هنا كل حبه طيب، تخرج واحد الحبه بيضاء هكا فيها كو تاع لافانا تاع بنان، تجي معسله شويه. كاين كيما هذا يديروه معجون، هذا يعيطوا له طرنج. ولا سيدرا المعجون تاعو شباب. وهي المنتجات التي تلقى رواجا واقبالا كبيرا لانها طبيعيه وخاليه من اي اضافات كيميائيه. هذه كما قلنا يجيبوها كاع الجبيليه تاعنا كما كانوا الناس مالينا بكري. بون طريق شريعه كما فوق ولادي عيش كاين من سيدي كبير كاين بو عرفه تراب الاحمر بزاف جناين يديروا ويجيبوهم كاع في المقابض هكا، ما كان لا صندوق تاع النيل ولا هكا كيجيبها في المقبض تلحق شابه. وحاجه ثانيه بيو ما فيها لا دواء لا والو، تاكلها طبيعيه 100%. وبكري على بالك كما كانوا يبيعوا لا ميزان لا والو، كانوا يحطوا بايات يديروا مش عارف انا شويه في شكاير هكا يبيعوا ويخدموا وكذا فرحانين وعايشين. هذه داخله في التراث والعادات التقاليد تاع البلاد بكرينا الزمان، كيف كانوا يفلحوا كل واحد باش يوجد، كان يوجد طوماطيش يجيب، يوجد الكلاكمين يجيب، اللي يوجد الزيتون يجيب، اللي يوجد السبرجل يجيب. وعند مدخل سوق العرب يمتهن فيصل بيع الحوت، وهي الحرفة التي ورثها أبا عن جد. هاي إيه بون هذايا، هذا سي دي بواسون بلون، هذه سي اون غي هذه هكذا، هذه لاري هذه سي اون دي ميور بواسون، هذه مكلاسيه خير من المرلون، كي تاكل لاري ميوك لو مرلون، فهمتني؟ سي دي بواسون بلون لي زاريت ما عندكش ما فيها والو شوك، والطيابات فيها بزاف طيابات. هذه خاش كاين بواسون سوبرفيسيال كيما البواسون بلو لا ساردين، وكاين باطون لا بوني، هادو سي دي بواسون سوبرفيسيال، هادو يطلعوا للسطح، هادو يعيشوا في قاع البحر. هادي ولا سول هادو لي بواسون بلا، هادو كاع سي بون في قاع البحر. انا المارشي كيما يقولوا كي كبر صد بابي بيع الحوت يعني، وبابا كان جدي ثاني كيبيع الحوت هنايا يعني دو بير اون فيس. باش تبيع الحوت انا جو مكونسيدير با مارشون دو بواسون، انا جو سوي ان بواسوني. فرق ما بين ان بواسوني و مارشون دو بواسون، اي واحد يجي يبيع الحوت بصح اني با ان بواسوني. ان بواسوني سي ان كونيسور، يعرف يسمي الحوت، يعرفوا اسكو بواسون بلون اسكو بواسون بلو، لازم يعرف لي تانيك لا كويزين، يعرف الاختصاص البواسون بلو كيفاش يطيب البواسون بلون كيفاش. حنا هنايا الناس المشتريه كاينين حنا نقترحوا عليهم كيما لا دوراد نجم نقولوا نخدمها لو كونفيلي، الميرلون نجم نقولها لك نخدمها لو كونفيلي، لي كالامار نخدمها لو نانو، حنا نقترحوا عليهم والمشتري يكون اليز. زنقة العريش أخذت اسمها من أشجار العنب أو العريشة الذي كان يغطي شرفات وساحات البيوت. نعرف احنا زنقة العريش هي من بكري وقديمة، فهمت؟ نعم قديمة يعني في هذا الحي هذا هنا المنطقة في بلاصة العرب، يقولها بلاصة العرب. وكانوا دايرين الاستعمار، كانوا دايرين البلاكا ماشي بلاصة العرب، بلاص دو مارشي انديجان. نعم تنحات غير في 74 اللي تنحات هذه، فهمت؟ هذه الحياه هنايا كاع كانوا يعني شغل كيما نقولوا حي شعبي، شغل نقولوا دويرات فيما يخص اسمه، وهنايا تما قريبة بلاص توت. نعم دونك هذه كانت حياه شعبيه.
فهمت. واسمه زنقة العرايش؟ زنقة العرايش هذه ما عنديش معلومة صحيحة عليها. يقول لك هذه زنقة العرايش بكري كانوا الديار هذو كاع قدام كاع فيهم العريش كما نقولوا حنايا تاع العنب وتاع هذا على هذه سمت عريش. واليوم تخصص تجار هذه الزنقة في بيع الملابس والمستلزمات الخاصة بالأطفال. وفي هذا الشارع يقاوم هذا المحل عوامل النسيان بعرض وبيع كل ما هو تقليدي وأصيل. الكبار رامي روحه واللي يخدمهم ما كاش. نقصت في بلادنا بزاف، احنا ماذا بينا نفتخروا بحاجه كما يقولوا تقليديه في بلادنا باش كما يقولوا نوريو للناس بلي ودي احنا فاني عندنا حاجه رانا محافظين عليها. كاين اللي يحبوا حاجه تراديسيونال هكا تاع بلادهم يجوا منه ولا من يشوفوا حاجه اللي تعجبهم يطيبوا فيها كيطيبوا في الفخار. مازالوا ناس يطيبوا في الفخار، مازالوا ناس يطيبوا في الكانون في النافخ. المحابس يحبوا المحابس تاع الفخار. ايش باح به بالطبسي تاعو. هذه المظله هذه نشوفوها في اي بلاد نعرفوها باللي تاع صوت جزائري ونفتخروا بها. كي نشوف اي واحد دايرها في بغى من استراليا ولا من كندا ولا من المانيا نعرف باللي هذه تاعنا نفتخر نفرح. شارع عبد الله او زنقه العرايس يقصده المقبلون على الزواج من الجنسين لتحضير جهاز العرس. راكم في حوم يقولوا لها بلاص العرب ومن بلاص العرب في هذه ريال شاك ريال كيف سموها كيما هنا دوكا في هذه لا ريال هذه راكم في زنقه العرايس. علاش سموها زنقه العرايس؟ خطر معروفة بحوايج تاع العرايس تاع الجهازات اللي تروسو تاع العروسة وكذا معروفة من قديم الزمان. هذا الحي اسمه زنقة العرايس بصح معروف دوكا حاليا بلاري عبد الله هو الاسم اللي كونو بزاف. قصدوا اي عروسة تقصد هذا المكان تشري بزاف حاجات المستلزمات تاع من القماش من بزاف حاجات اللي تستحقها من نهارك هنا في مملكة الأقمشة اللي يبيع أقماش تاع العروسة اللي تحب تجهز العروسة تشري هذا سورتو هذا اللي موديل تراديسيونيل. المحلات هنا تقترح على العرسان ملابس تقليدية وأقمشة تسر الناظرين ومجوهرات وأكسسوارات لذوات الحظ الجميلة. أنا في زنقة العرايس لغاية عبد الله بازار السلدوك. نحن تفاصون لما جوغيتي تاع العرايس يستخدموا من هنايا يجوا دو باغتو من كاع لي ولاية معروفة لهنايا يسيبوا كاع الجهازات تاع العرايس تو سكي الفول العروسة معروفة دوبوي لونتون. هنا كي نجي نحوس واحد إترونجي كي تجي يحوس ولا يدي زيميغري تاعنا يجوا يشوروا من هنايا ويدوا معاهم للهيه يقول لك ماذا بيا أنا ديت تورث تاعنا نلبسوا ليه هات كاين ناس كبار حوست التورث تاعنا يديه ليه وصافي بليز سي نورمال ماذا بينا نختفوا بصوالح تاعنا. وفي ورشة النحاس هذه يسهر السيد كمال على حماية التراث. بليده معروفة من قديم الزمان في النحاس في وقت سيد أحمد الكبير اللي هو مؤسس مدينة البليدة كي دخل البليدة كانوا ناس في ذاك الوقت امتهنوا هذه الحرفة ودق على بالك من وقت سيد أحمد الكبير للوقت هذايا شغل واحد يمد الواحد واحد يمد الواحد بكري الناس اللي تعلمنا معاهم والناس اللي نعرفهم قبلنا وكذا كانوا يقولوا لنا معناتها بلي الدار اللي ما فيهاش نحاس ماهيش دار. ومن خلال صفائح النحاس يرسم لوحات لتراث البليدة وشخصياتها لأن البليدة موطن للنحاس ومؤسسها الأول امتهن حرفة النحاس أيضا وهي رسالة مفهومة أن حافظوا على التراث. خدمت تسكي باتريمون دو بليدا وشنو الحاجه اللي معروفه بزاف صدي لو رون بوين لو سيمبل دو بليدا هي بلاصتوت
يتسمى كيجي واحد من خارج البليده اول حاجه يعرفها يعرف لاستوت. يتسمى حنا سي بورسان خدمنا جمع الحنافي خدمنا با مال دو صادير دو باتريمون دو بليده. نحب نشيع لو باتريمون تاع بلادي. هي اللوحه النحاسيه انا نروح هي ما تروحش. علاه ما تروحش؟ باسكو هذه هي مخدومه مبروتيجيا. احنا مع التالي كاع كي نخدموا نكملوا اللوحه تاعنا نديروا لها الفيرني لونك دو شين ونديروا لها الفيرني. باسكو فو دير تعيش اكثر مني اللي هي تقعد مورايا. ومام الانسان اللي يديها حتى هو يروح تقعد لاولاده. مادام تقعد لاولاده يتسمى التاريخ يقعد يمشي. قبالة ساحة التوت يحجز مقهى الأندلسي أو مقهى البصري مكانا للحفاظ والترويج للتراث والفن الأصيل. هنا في مقهى محمد البصري مقهى الأندلسية هو اللي سماها في الحقيقة المقهى الأندلسية وراحت هكذا مشيت وولات مسموها المقهى تاع البصري. موجودة بساحة التوت كان عندنا هشمي قروابي بورديب مع هشمي الله يرحمه بورديب على قدر الحياة كان يجي يقعد هنا في هذا المضرب هنايا. بورديب كان يجي لهنايا كان يجي يسقم الأوتار نتاعو عند بن عيشة الله يرحمه الشيخ بابا الله يرحمه اللي هو محمد البصري كان أونسيان فوتبولور من 68 هرب الديفيه للفن. صلى الله عليك يا حميد طيب الارواح صلى الله عليك يا حميد طيب الارواح يا مول التاج واللواء والفرقاني. رياضة فن الرياضة فن ورحل الفن ولا يتعلم ولا بارز في الميدان الأندلسي مع دحمان بن عاشور جول بريسي. دحمان بن عاشور كان حبيبه هو اللي علمه النوبات حبيبه وتعلم ورالو سيت زوجة مناكش هذه مسطرة هذه بيان بريسي وعلم تعلم له حاجة الحفاظة. الشيخ محمد البصري سجل 17 نوبة هاي من الوحدة لتسعة للعشرة 17 نوبة بيان بريسي جودي بيان بريسي. صلى الله عليه هاي حاج محمد البصري خلانا حويجة تاريخ للجيل الصاعد واللي يحب يحفظ واللي يحب يخدم ديوان الأندلسي. الله يبارك الله يبارك شيخ بابا الله يرحمه الله يرحمه. مقهى الأندلسية مكان للمواعيد وحفظ الأمانات وإيصال رسائل المحبة والسلامة وملتقى للفنانين والمدافعين عن التراث وكل ما هو أصيل وجميل. احنا في الحقيقة صباح كنت جوهر نحب المحل نتاعنا نديروا له واحد الموسيقى أندلسية مش غير بابا الله يرحمه نديرو دحمان نديرو خزناجي نديرو طوبال نديرو مين داك شويه شعبي عبد القادر قسوم سدين ننوعوا عندنا منوعات انا واش انا كيقولوا هذا واش كاين هنا قال هذه قهوه كان هذا قهوه تاع محمد البصري صديق خاطر نخاطبوهم باللغه نتاعهم. هذه هي ديك صح وليدي تفضل اعطي لضيفنا. هذه شربات عليها حكايه شربات هذه يحيطوا لها في أصلها موسمها شاربة اسمها تشاربات أثر تاعها تركية كاينة بنة سر فيها كاينة بواغ وديغوستي سي با كيف كيف. هذه مخدومة حليب مزهر حبة الحلاوة المويها السكر وشوية سر ما نجمش نقول لك عليه هذا كيقعد مخبي باش تجيو تزورونا دائما. هذه هي الحكاية. إلى هنا يمكن القول إن التراث هوية وسجل حافل بإنجازات الآباء وبصمة الأجداد على هذه الأرض الطيبة. كانت البليدة بصور وبيبان الوريدة زين.